قراءة في أبرز اهتمامات الصحف العربية الصادرة اليوم نستهلها من مصر، حيث كتبت صحيفة الشرق الأوسط طبعة القاهرة أن دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء إيران لا تزال تعيش بدرجات متباينة مرحلة الموجة الأولى من جائحة كورونا، وفيما وصلت الجائحة في مصر والسعودية إلى ذروة الموجة الأولى بدأت أغلب دول الإقليم تشهد انخفاضات ملحوظة في الأعداد تشير إلى قرب انتهاء تلك الموجة، فيما يمكن عد إيران الدولة الوحيدة التي تعيش الموجة الثانية بحسب الخبراء والمتابعين. وفي الإمارات ذكرت صحيفة الخليج في مقال رأينا أنه مع اقتراب موعد الضم الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بدأت تظهر ملامح خطة احتلالية لتجزئة عملية الضم بدلا من تنفيذها دفعة واحدة تحت وطأة الضغوط الدولية والمخاوف من انفجار شعبي فلسطيني يصعب التكهن بنتائجه. وفي قطر توقفت صحيفة لوسيل عند أسعار وحجم إنتاج النفط ومصير الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لمجموعة أوبيك ستجتمع الأسبوع المقبل عن بعد لاستعراض وضع سوق النفط وعرض السيناريوهات بشأن فرص التعاون بين أعضاء مجموعة أوبيك زائد وحول مدى فعالية خفض الإمدادات وإمكانية إقناع المنتجين الكبار ضمن هذا التجمع الدولي باعتماد تخفيض قياسي. وفي الأردن كتبت يومية الدستور في مقال رأي أن المشاهد المروعة التي تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي لأعمال القمع والتنكيل بمواطنين أمريكيين من قبل البوليس السري وأجهزة الشرطة الأمريكية عكست صورة المشهد بحقيقته وواقعيته، وأضافت أن أول ما يمكن أن يتبادر للمتابعين لما يجري من أحداث وتظاهرات داخل المدن الأمريكية يؤكد أن مؤسسات حقوق الإنسان والتي طالما نسمع عنها في بيانات تدين ما يجري في العالم العربي تقف عاجزة عن إدانة ما يجري من أعمال وحشية وقمع تتورط فيه الإدارة الأمريكية، وكأن هذه المؤسسات والجمعيات أعدت خصيصا لمتابعة مجريات الأوضاع في المجتمعات العربية. وفي لبنان كتبت صحيفة اللواء أن الانتفاضة الشعبية الواسعة على السلطة الحاكمة ماليا وسياسيا خلال اليومين الأخيرين بسبب الارتفاع الصارخ لسعر صرف الدولار مقابل الليرة وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية اللبنانيين دفعت السلطة إلى الإفراج عما لديها من مخزون الدولار لضخه في السوق بهدف لجم الانهيار غير المسبوق لقيمة الليرة اللبنانية.